أزول مساء الخير مران في الأول غال وغميس نقالون يض بوسكي وذن زولا وسال زيارة نقلان صغور ونغلاف من زو أيمن بن عبد الرحمن غال ولايان تيزي وزو إلى دغافيل سيس داقس نت مثال أنت دون والي هذي ثوري خسيك وسال مي دي وي ال داير نغيت كران داير تمسري في جين كندير سي لوروبا امي تيكاد ايدي شمن نغيت شمن ني من سن دي تمس مقرون وعرون ومبلا العظيم لدن وليا اي ناس ويس وسن تمسري في نكيا ذي ثوري خسيك وانا عدي ميرا اذا الحد وغلي في نتغزم ثغات فين يعني ان ثمسلت نت من غي وثذو صارق ني لمزير ذي الاربعان اثير الثان امي يسعلم مزرفو نتي ذو ذا ذو قخام نشرع الاربعان اثير الثان ايا نغيوك امذنن ذا كان الاد تطفان ثلاثان قيم ذنن لان دغاف كاروس لاك اليو ويلاد سيسن شكن ذي سن ذا كان لان ذفير نتوغيت نتمس ذي الاربعان اثير الثان وطفنتان سياسيثا وزي غالان نتغلس إيوين ويكا ذاقي غال مقارن سن مشا عشرة يفغون إيوفريد وسزعف يلاد وصدام فلت سن وثنتان وثني غالان نتغلس وسفغون دي المزيقي وثنت وصرغنت ويوان ونذي ذوين يلدين وين يلان دفير ويا هذي خلاص سن القانون ونعدي غار ولايا عنب إمي لاندي مذنن ذق قنر ويجي إفدي يكوذ ويذ يحوجن لمعونا يسوفر أما من يكوذ تسوتشيث أدن ولي وغياري ثوري قتاقي والله أول حاجة نشكر وسائل الحماية المدنية ومحافظة الغابات والجيش الوطني كل السلطات الأمنية التي دخلوا بإخماد هذه النيران التي لمت بنا هذه المصيبة بجميع الولايات ونطرح معلمات الشهداء ونقولوا ربي قدر الخير إن شاء الله. يعني درنا شيء كما نقول لي قدر عليه جبنا الموال هنا لخوتنا لي بومبي وحرس الغابات الحمد لله كان لازم تعاون بصح ما يكفيش لازم تدعمك ما إن شاء الله نسعى نبا كما نقولوا مفعوله ان شاء الله باذن الله يعاونوا ما بماكله مساكن والله تشوطوا يعني النار قاويه انا على الاقل طلع المسمران والله انا وصديق يعني جاري جبنا شيء اللي قدرنا عليه دعمه ان شاء الله وراح يزيد نجيبه باذن الله ان شاء الله نداء برك للسكان تاع النبا يجيو يعاونوا الشباب هذوما اللي يقدر بالقوه تاعو ولا بالصحه تاعو ولا اللي عنده طنوبيل يطلع الماء ان شاء الله ربي 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 يعافينا وربي يسترنا ان شاء الله يا ربي يا رب جبنا الماء 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 ونعدي غا الولاية نوهران عندها ثن مهلان الأمور ندين ذي الولاية غيان تين ذي جمعنا غيد مدن ألالن الأكسجين الفيدان وخام من تجيان النجمة يكوز مجبار أتامي كريمة سواك ثوالة سويك أشكر مديرية الشؤون الدينية لولاية وهران على رأسها مدير الشؤون الدينية ورئيس مجلس شبول الخيرات لولاية وهران السيد والنائب والإمام الشيخ بحري على هذه المبادرة الطيبة المتمثلة في هبة مجموعة من الأسرة الاستشفائية ومكثفات الهواء لفائدة مستشفى النجمة بوهران وهذه المعدات التي تساهم وتساعد الأطقم في أداء مهمتها على أحسن وجه. شكرا جزيل الشكر بالنيابة عن جميع عمال المؤسسة الاستشفائية مجبر تامي ونشكركم على هذه المبادرة. هذه ما هيش أول مبادرة، راه ملي بدأت عندنا أزمة الأكسجين هو وقف معنا وقفة بطولية. أسأله عز وجل أن يبارك في المحسنين الذين وقفوا وحملوا هم الأمة، لأننا اليوم في وباء لابد أن نتحد، لابد أن نتوحد جميعا حتى نتغلب إن شاء الله على هذا الوباء كل من موقعه
لابد أن يساهم. أسأل الله أن يرفع عنا الوباء وأن يشافي مرضانا، إنه ولي ذلك ربي والقادر عليه. ديما ذوك كنت لنا تزمرت وغافي لي ونجمعني المهلا نتزمرت يكون مضبرون وغلي فنتزمرت وكذا دوما رايا مثو عبد الحق سيحيا ذاك نغلي فنتزمرت ذويني دي لان ذي لوان سقميات نداها ثمس أقيا هجر بغلي. المرحلة الحالية والبلد مستهدف، قلوبنا مع تيزي وزو بجاية. منذ الساعة الأولى لاندلاع الحريق بادرت وزارة الصحة مع جميع العاملين على مستوى المستشفيات بولاية تيزي وزو خاصة بعين الحمام وعزازقة والأربعة الأثيرات، تم التكفل بالعائلات وتم التكفل خاصة ربما هذه نعمة من عند الله أننا حمينا الأطفال نتاعنا في تيزي وزو وفي الأربعة ثلاثة وما صار والو. والأدوية بعثناها في الساعات الأولى الأدوية تاع معالجة الحروق. ويا نادى ذو قواليس إذا كان الزيارة ثمان أخذتين دي مدن ثز مارتينيز إو ذاوية ذي فدي غافي مجراح وتوشقعان 28 مجيان يتوخصن ذي الجروح. ما جوناش للعاصمة وإحنا يا درنا في العاصمة أسرة زائدة من أجل التكفل بكل المحروقين نتاع ولاية تيزي وزو بجاية، والحمد لله كانوا أربعة برك لأن الأغلبية كانوا هناك وبعثنا لهم الدواء وبعثنا 28 طبيب وممرض وأخصائي في الحروق اللي كانوا في المكان ونبقوا متجندين. وكذا سيحي إذا كان إلاد وشجع عن الأكسجين غير تيزيون يكوذ بكياس الأكسجين. احنا خذينا قرار النهار الأول تاع محرم خذينا من الكوطة تاع العاصمة من الكمية تاع العاصمة بعثناها لتيزي وزو بجاية ونا بريفي ألجي يعني نحينا للعاصمة وبعثنا لتيزي وزو. الحصة اللي كانت محصة للجزائر العاصمة راح تكل بجاية وبهذه نجحنا أننا نحمي الأطفال تاعنا اللي كانوا في الأربعة نثيرة واللي كانوا في المستشفيات نتاع تيزي وزو. مع ذوك سنتين النظام نادى ذاك الناس قداش ذوك ونزول أدري ومسلاي أذيس. والمناطق المحرومة عندنا الآن ترخيص باش نوظفوا. في الشمال رانا ندرسوا إذا كان فيه يعني نقص رايحين نوصلوا ليها، لكن في حد الآن ما المشكل مش مطروح بحدة في الشمال. ونعديو اساسا لنظام يسدا وغلي في نت فلاح في كوذوين نتويزيون يوث نت مهارت ونعاون ايوذيون طران سيك ثمس نت تيزي يكوذ قايث وذي سا ازان 400 لطون نسوفار نتو تشيث ذد واويو سحالونيس. اليوم رانا مع المساعدات اليوم الثاني لهذه القافله التضامنيه، وين كانت البارح شهدت قافله تضامنيه مع وزاره التضامن والهلال الاحمر ووزاره الفلاحه، اليوم كاين ثاني كذلك هذه القافله اللي فيها حوالي 400 اكثر من 400 طن من المساعدات لضحايا الحرائق تاع ولايه بجايه وولايه تيزي وزو. يعني هي مساعدات من اغذيه مياه حتى يعني هناك بعض كما لي بافيت كما افرشه ولا اغطيه. ونحن اليوم نطلق قافله ثانيه بعد الاولى بتقديم مساعدات لهذا المواطنين المتضررين من هذه الحرائق، مرفوقه بكل من اطباء ونفسانيين لمواساه الاسر التي تعرضت لهذا الضرر للوقوف معهم ومواساتهم. وينادى يزيد حنبلي هذاك ثمر تاكيا الى ديوس اولى ذي سفر نتوتشيث المال. لذلك يعني كانت هناك اعانات في اغذيه الانعام اللي قاموا بها
يمدوا بها بعض الدواوين خاصة ديوان الأغذية الأنعام اللي يساعدوا بها الفلاحين تاعنا، وراح تكون هناك إن شاء الله مساعدات أخرى إن شاء الله. لا 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 إن شاء الله راح تكون مساعدات، يعني ماناش حابسين إن شاء الله، ونطمنوا المواطنين تاعنا وخاوتنا في الولايات اللي تضروا أنه راح تكون مساعدات إن شاء الله. سويقي هذا نورا فقرام بوميسا ست مزيغة.